السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي، ومرحبا بكم من جديد معايا في قناتي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد لاجينواز اللي هي معتمده ديال لو شيف كويزيني ديالي بابا الله يخليه ليا. نتمنى تدعوا معاه الدعوه ديال الخير، ربي يبارك لي في عمره ان شاء الله يا رب. وما كرهش تدعيو حتى مع الوالده باش منين تسمع هذا الفيديو ولا منين تشوف هذا الفيديو ما تقلقش. هاد لاجينواز هذه كتجي غزاله بزاف بزاف، غادي نعطيكم جميع الاسرار والنصائح ان شاء الله اللي ضروري تتبعوها وباش ان شاء الله تصدق وتنجح معكم. هاد لاجينواز هذه سهله بزاف بزاف، كتجي رطبه وكتجي طالعه بمكونات جد بسيطه، ودائما عندنا في البيت بدون زبده او لا زيت او اي نوع اخر من الدهون. هاد لاجينواز هذه هي جينواز معتمده اللي عمل جميع لي كيك ديال المناسبات كيف ما كان النوع ديالها، ما كتفرتت ما والو، كتجي هشيشه وغزاله بزاف بزاف بزاف. ان شاء الله نتمنى تجربوها. ما نطولش عليكم، غادي ندوزو ان شاء الله نشوفوا المقادير شنو غنحتاجوا المقادير، ومن بعد غندوزو لطريقه التحضير. الوغ بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا 6 ديال البيضات كاملين، 150 غرام ديال السكر الخشن اولا سنيده، 150 غرام ديال الدقيق الابيض اولا الفرينه، ودرت معاهم واحد القبيصه ديال الملح، نقيطه ديال الملح، عندي واحد المعلقه صغيره ديال البيكنج باودر اولا الخميره الكيماويه ديال الحلويات، ممكن تستعملوا صاشيه وحده ديال 7 غرام اولا 7 غرام، عندي معلقه كبيره ديال لافاني، ممكن تستعملوا صاشيه وحده ديال لافاني او الفانيلا. القاعده ديال لاجينواز هي دائما مهما كان الحجم اللي بغيتوا ديروا ديال لاجينواز، الا بغيتوها اكبر غادي تمشيو بجوج بيضات في 50 غرام ديال السنيده في 50 غرام ديال الدقيق في راس معلقه ديال البيكين باودر او خميره الحلويات الخميره الكيماويه، وشويه ديال الفاني مع واحد القبيصه ديال الملح. نتمنى ومره اخرى وغادي نعاود ناكد احترموا غير القاعده ديال لاجينواز والطريقه اللي غادي نعطيها لكم بها والستيب كاملين والنصائح، وان شاء الله 100% غادي تنجح معكم. وبلا ما نعاود نطول عليكم من جديد ندوزوا لطريقه التحضير. هنايا كما كتشوفوا في واحد لو بول كندير 6 ديال البيضات ديالي اللي كنكون ديجا مخرجتهم من قبل، خصهم يكونوا على تومبيراتور امبيونت يعني بدرجه الحراره المطبخ، وكنزيد عليهم السنيده اولا السكر الخشن، وكنبدا كنضرب في البيض ديالي مع ديك السنيده مزيان مزيان. الا غتستعملوا لافاني اون بودغ ممكن ديروها في هاد المرحله هادي مع السنيده ديالكم، وكنبقى كنخدم داك البيض مزيان مزيان. دائما البيض خصو يكون بدرجه حراره المطبخ. هنايا كما كتشوفوا مع قوه التضراب ديال الخليط ديالي لا كولور ديال ولا اللون ديال البيض والسنيده بدا كيتبدل ديجا. يمكن تستعملوا الفوي الكتريك، الا ما عندكمش هاد الستاند ميكسر ممكن تستعملوا الفوي الكتريك. كما كتشوفوا كنبقى كنضرب داك البيض والسنيده مزيان مزيان حتى كيولي عندي على هاد الشكل هذا تقريبا بحال على شكل اون كريم. كما كتشوفوا كيتقال، راه هنايا كما كتشوفوا ما زدت حتى شي حاجه من غير سنيده والبيض. انا خدا لي تقريبا 5 ديال الدقائق باش ولا لي الخليط ديالي بهذا الشكل هذا. فهاد الوقيته هذه كنكون ديجا سخنت الفران ديالي على 350 دوغري فرنهايت اولا 180 دوغري سيلسيوس، وكنبدا نزيد الدقيق ديالي اللي كنقسمو على 3 ديال المرات. كما كتشوفوا زدت غير واحد شي شويه، وكنبدا كنحرك من التحت للفوق باش ما كان نخرج داك الهواء اللي ديجا دخلته ملي كنت كنخلط البيض والسنيده ديالي. هنايا كنزيد الكميه الثانيه ديال الدقيق مع البيكنج باودر، ومره اخرى وكنأكد من تحت للفوق فاش كنكونوا كنخلطوا بلا سباتول
من تحت للفوق. وهنا زدت الفانيلا كما كتشوفون، لانه انا عندي الفانيلا السائله زدتها في المرحله هذه. اللي عنده اون بودغ يديرها في الاول مع سنيده، وكنبقى كنحرك بهذه الطريقه حتى كنكمل الدقيق ديالي. كما كتشوفوا هذه هي لا بارتي لا ثوازيام بارتي ديالي ديال الدقيق. وكنبدا كنحرك مره اخرى من التحت للفوق، على ما كيكون الفران ديالي راه ديجا سخن. انا كنحاول نفسر لكم يعني دقه دقه، وكنعطيكم الاسرار كامله باش تنجح معكم ان شاء الله لا جينواز. فوالا الخليط ديالي ها هو جاهز كما كتشوفوا. هنا غادي نجيب المول ديالي اللي ديجا دهنته غير بشي شويه ديال الزيت. ممكن تستعملوا البارشمنت بيبر ولا البابي سولفريزي الا بغيتوا. انا ما كنستعملش لانه عندي هذا المول هذا زوين ما كيلصق ما حتى شي حاجه. وكنخوي داك الخليط ديالي غير بشويه مره اخرى باش ما كننزلش داك الهواء اللي ديجا دخلته في الخليط. سمحوا لي طولت عليكم في هذا الفيديو هذه، وليلى كان نعاود الهضره، ولكن كنبغي نفسر مزيان ونعطيكم جميع الخطوات وجميع الاسرار، وباش ان شاء الله تصدق معكم هذا الكيك هادي او هذا لاجينواز هادي. فوالا هنايا غادي ندخلها الفران لمده تقريبا واحد 15 ديال الدقائق لا غير، لانه ما بغيتهاش تنشف ليا. وغادي نعاودو نرجعو نتلاقاو ونشوفوها كي خرجت. فوالا الكيك ديالنا من بعد ما خليتها في الفران لمده تقريبا 15 ديال الدقيقه وخليتها بردات تماما، ها هي كما كتشوفوا. كنحاول نديمونطيها من لومول، كندوز غير واحد الموس او واحد السكين غير على الطرف ديالها الجوانب باش دغيا كيتحيد لي داك اللومول ديالي، وشي شويه من التحت باش الا كانت لاصقه يعني ما نتفادى باش ما تخسر لياش. هاد لاجينواز هادي كيمكن لكم تقطعوها لثلاثة او لا حتى اربعة ديال اللايرز او الطبقات، وديروا ما بين كل طبقة وطبقة لكريم وتغطيوها وديروا بها بواحد الحلوة ديال لكريم ديال اي مناسبة من المناسبات ديالكم. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم لا فيديو، وما تنساوش دعوة ديال الخير معايا ومع الوالد ديالي ان شاء الله، ما تنساوش الوالدة من طبيعة الحال. وشكرا لكم بزاف على الدعم والتشجيع وعلى التتبع في لاشين ديالي. ما تنساوش اللي باقي ما عملش سبسكرايب يعملها باش ان شاء الله دائما يوصلوا الجديد. وما تنساوش تعملوا واحد اللايك الى عجبتكم لا فيديو، وخليوا لي دائما لي كومونتير الى عندكم اي سؤال او اي استفسار على اي حاجه. دائما كنعاود نرجع لي كومونتير ونقرا ونشوف الى كان اي سؤال راه كنحاول نجاوب. ما بقى لي غير نقول لكم بالصحه والراحه، ونتمنى تجربوا هذا الكيك هذا وتخليوا لي الرد ديالكم في ان كومونتير. ونتمنى لكم ان شاء الله سنه سعيده وكل عام وانتم بالف خير يا ربي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى فيديو جديد بحول الله.